السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الحرب التي تدور في عدة جبهات في المناطق الشرقية من أوكرانيا، وأهمها مناطق شمال مقاطعة خاركيف، وكذلك الجبهات التي تجري فيها المعارك في غرب مقاطعة لوهانسك. أما الجبهة الرئيسية هي جبهات مقاطعة دونيتسك، والقوات الروسية تحاول أن تسيطر على هذه المقاطعة والتي تتمكن من خلالها من السيطرة على كامل إقليم الدونباس. وهنالك أيضا جبهات أخرى تقع إلى الجنوب الشرقي من أوكرانيا، ألا وهي جبهات مقاطعة زاباروجيا. نناقش اليوم آخر تطورات المعارك التي تدور في جبهات مقاطعة دونيتسك، وخصوصا المعارك التي تدور إلى الجنوب الغربي من مدينة دونيتسك وعلى مقربة من الحدود الإدارية مع مقاطعة زاباروجيا. ما الذي يجري في هذه الجبهة؟ هذه الجبهة التي حاولت القوات الأوكرانية خلال عام 2023 أن تشن هجومها المقابل الكبير من أجل الوصول إلى بحر آزوف، لكن هذا الهجوم فشل فشلاً ذريعاً، وتمكنت القوات الروسية من صد هذا الهجوم. ولكن تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على بعض المناطق، وخصوصاً إلى الجنوب من مدينة فاليكا نوفاسيلكا، وتمكنت من الوصول إلى قريتي أوريجاينا وستيرمارسكا، وتمكنت من استعادة السيطرة عليهما. وتمكنت القوات الأوكرانية أن تتوغل في هذه الجبهة حوالي 8 كيلومترات. ومع بداية هذا العام وبدء هجوم الربيع الروسي، بدأت القوات الروسية تتقدم في هذه الجبهة من أجل استعادة المناطق التي فقدتها إلى الجنوب من فاليكا نوفاسيلكا. في البداية تمكنت القوات الروسية خلال الأيام الماضية من السيطرة على ستيرمايروسكا، وبعد ذلك بدأت عمليات قصف عنيفة جدا من أجل استعادة بلدة أوريجاينا. وخلال اليومين الماضيين تمكنت القوات الروسية من استعادة السيطرة الكاملة على أوريجاينا، وبذلك تتمكن القوات الروسية من استعادة هاتين البلدتين اللتان تقعان إلى الجنوب من فاليكا نوفاسيلكا. السؤال هو الآن، ما هو الهدف المقبل للقوات الروسية؟ واضح جدا أن غاية القوات الروسية هي الوصول إلى مدينة فاليكا نوفاسيلكا واستعادتها مرة أخرى، وبعد ذلك تفكر في السيطرة الكاملة على المناطق الغربية من دونيتسك وكذلك شمال زاباروجيا من أجل الوصول إلى الطريق الاستراتيجي الذي يربط مدينتي دونيتسك وزاباروجيا. وفيما لو تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى هذا الطريق الاستراتيجي، فإنها سوف تتمكن من السيطرة الكاملة على المناطق الغربية من دونيتسك إضافة إلى شمال زاباروجيا. وهذا كله يأتي ضمن الأهداف البعيدة المدى للقوات الروسية من أجل السيطرة الكاملة على أقليم الدونباس وكذلك على شمال زاباروجيا، وبذلك تحقق غايتها ضمن هذه المرحلة من الحرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.